برضه. طيب ندخل على برج العقرب، اكتر صفه فيه سلبيه في لو دخل علاقه؟ شك العقرب اعلى بمراحل من شك برج الحمل. اذا الشك والغموض، انا لما ابقى مرتبط بحد ببقى عايز افهمه وابقى عايز قريب منه. تمام. طب شعوري ايه لو انا لقيت ان هو في سراديب كتيره في شخصيته وابواب كتيره مقفوله ما اناش عارف ان انا ادخل لها، انا مرتبط بشخص ما اناش فاهمه؟ طبعا دي ما بتعجبش الطرف الاخر، ما تبقاش مريحاه، فيعتبر دول اسوأ اتنين اضافه للانتقام بقى. ما احنا قلنا الابراج يعني المائيه اعلاها في الانتقام، اعلاها في الانتقام هو برج العقرب. تمام. هنتقم لو بعد 100 سنه. هو يعتبر من اقوى الابراج، يعني برج العقرب قوي من جدا، من اقوى الابراج جدا. هو الغلبان برج القوس، واقع بين اتنين من عمالقه الابراج، العقرب والجد. بين العقرب والجد. القوس اللي احنا هندخل عليه دلوقتي. لا خلينا في العقرب الاول. طب لو العقرب دخل علاقه، انت قلت سلبيته يعني الحاجه الوحيده السلبيه اللي فيه، مش الحاجه الوحيده، ابرز حاجه، ابرز حاجه موجوده فيه. طيب يقدر ان هو يتوافق مع مين من الابراج عشان العلاقه تمشي؟ يتوافق مع السرطان، حلو قوي، ويتوافق مع برج الحوت، ويتوافق مع الثور، دول اعلى ثلاث ابراج يتوافق معاهم. عقرب مع عقرب صعب. يقتلوا، لانها اصل الاثنين اقوياء. مبروم على مبروم بقى، ما يلفش. لا ما ينفعش الاثنين مع بعض. طيب برج القوس، برج القوس حته التسرع